ليس له عهد ولا ولكن بإرادة شعبنا وبصمودنا ووحدتنا وحدة الصف الفلسطيني وحدة القوى الوطنية والإسلامية وحدة الجماهير مستمرون في نضالنا حتى كنت هذا المحتل. والآن مع كلمة القوى الوطنية يوقيع الدكتور صبري صيد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فليتفضل. البحر إلى النهر رغم كل محاولات خنق جغرافيا
عدد الفلسطينيين أكبر. الجيش الإسرائيلي بعد 74 عاما من النكبة لا يستطيع أن يأتي بمستوطن إلى القدس الأبية إلا وأن يحرك جيشا مؤللا من خلفه. الجيش الإسرائيلي يقارع أكفانكم. بوركتم جميعا عاشت القدس حرة أبية، عاشت غزة حرة أبية، عاشت نابلس وجنين، والقائمة تطول من مواقع نضالنا الفلسطيني. شكرا لرام الله التي تحتضن هذا اللقاء اليوم وفي كل ثلاثاء لنبقى على العهد. شكرا لإخواني أخي أبو خالد وأخي أبو أدهم وأخي موفق سحويل ولجنة الإقليم وممثلي القوى والفصائل وأختي المحافظة. والشكر والتقدير موصول للأحبة أهالي الأسرى آبائهم وأمهاتهم، والتحية لأطفالنا البواسل الذين حضروا اليوم ليجددوا العهد والبيعة بإذن الله. على العهد باقون، المسيرة مستمرة، ننكفئ برا ونعيش ألف مرة. قف عزيزا، عش عزيزا، أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وطبق الجلود. عشتم جميعا، عاشت فلسطين حرة أبية. ولنردد خلف هذه السيدة الفاضلة من الأقصى تحية. تفضل يا ومن الأقصى تحية، من الأقصى تحية، من الأقصى تحية، من الأقصى تحية. لا شهدتنا، لا فلسطين الأبية، لا فلسطين الأبية. ويا أسير دوس دوس، يا أسير دوس دوس، يا أسير دوس دوس، يا أسير دوس دوس. على العميل وعلى الجاسوس، على العميل وعلى الجاسوس، على العميل وعلى الجاسوس، على العميل وعلى الجاسوس. ويا أسير يا بن عمي، يا أسير يا بن عمي، يا أسير يا بن عمي، يا أسير يا بن عمي. ولفديك بروحي ودمي، لفديك بروحي ودمي، لفديك بروحي ودمي، لفديك بروحي ودمي. قولوا لك يا بالشبك، قولوا لك يا بالشبك، قولوا لك لا بالشبك، قولوا لك يا بالشبك. جاي جاي الاشتباكات، جاي جاي الاشتباكات، جاي جاي الاشتباكات، جاي جاي الاشتباكات. انهضوا انهضوا يا شباب، انهضوا انهضوا يا شباب. الاسرى اعلى من الضرب، الاسرى اعلى من الضرب. ليش الخوف وليش الخوف، ليش الخوف وليش الخوف؟ بالروح بالدم نبديك يا أسير، بالروح بالدم نبديك يا أسير، بالروح
بيعملوا.